زين مصطفى مغربية مقيمة في مصر كنقدم برنامج بصحة وراحة على قناة سي بي سي سفرة. سي الهوية ديالي هي هذيك مغربية خصني نبينها بكلامي بالباسي بالطبق ديالي بتقاليدي بأعرافي داكشي علاش كنصر على القفطان المغربي أو الجلابة المغربية أيا كانت. دائما الشعب المصري شعب مضياف ومرحب وعنده ثقافة كبيرة صراحة يعني بلد الحضارة كيف ما كنقولوا. دوك الناس متفتحين ماشي دي غاسيس ماشي عنصريين باش يقولوا هكا احنا بغيناك انتي في لجيبت الوغ تلبسي بحالنا تلبسي عادي نو مستقبلين الثقافات الاخرى يعني مرحبين بها انفو انا دخلت كمغربية واستقبلتوني كمغربية ماشي كمصرية الوغ صافي غتقبلوني كيف ما انا والترحاب ديالهم كان عليا كيف ما انا باكج زين باكج من الطبق ديالها كيف ما قلت لك من اللبس ديالها من كلامها من بزاف ولو اننا كنحاولوا نبسطوا الكلام هي الحاجه الوحيده الصعيبه يمكن بالنسبه لهم الدارجه المغربيه الو عافاك بغينا نديروا هذه الوصفات غير بسطيها لنا بالمصريه ديالتنا هذه الحاجه الوحيده اللي ممكن فيها كنحاول نكون مصريه معاهم لا اقل ولا اكثر على راسهم الحريره المغربيه الباستيلا المغربيه ديال الدجاج الحوت الرفيسه كتعجبهم بزاف بريوات كيعجبهم كسكسو المغربي واو كيعشقوا شي حاجه سميتها كسكسو المغربي بالسبعه خضاري طاجين اللحم بالبرقوق دجاج بالزيتون شوفي الاطباق المغربيه انا ما صدقتش انه الناس غتلاقي نجاح عندها كبير كان عندهم واحد الاقبال بطريقه رهيبه اول ما جيت انا لجبت ما كنتش كنلقى الطاجين المغربي خصني لما جبتوش من المغرب ما نجيبوش اليوم فين ما مشيتي كتلقاي الطاجين المغربي كاين اليوم فين ما مشيتي في اي مول كتمشي له كتلقاي محل ديال تقليد القفطان المغربي ماشي ديال القفطان المغربي الاصلي ولكن تقليد كاين واحد الثقافه ولات عندهم زوينه مشاو حتى للمغرب ديناهم المغرب وهما باركين في بيوتهم في مصر وهذه الحاجه الزوينه حبوا الموضوع يعني بغاو داكشي يعني طبق المغربي اللي حبوا المغاربه بغاو المغاربه وهذاك احسن حاجه بالنسبه لي احسن جائزه خديتها في حياتي شوفي نصيحتي او هي ماشي نصيحه هي حاجه عن تجربه حلمي ما توقفيش الحلم ديالك تبقاي تحلمي تبقاي تفكري يكون عندك واحد كل نهار نحط واحد جوج اهداف ثلاثه غادي نحققهم حتى لو صغيرين نبدا بشويه بشويه حتى شي حاجه ما كتجي مره واحده وتكون كبيره نو كتبداي من زيرو حتى كتوصلي للي انت بغيتيه اهم حاجه ما تعيايش ما توقفيش ما تحبطيش ما تيأسيش كملي يعني كملي المسيره ديالك شوفي انت اشنو بغيتي وحققي انا الحمد لله ربي كان مسهلها معايا ولكن ماشي معناه انه ما كاينش صعوبات لا اي حياه فيها صعوبات ديالها وفيها مشاكلها وفيها بزاف د الحوايج انا النهار اللي جات لي العرض ديال انني نخدم كمقدمه برامج بقيت 5 ans وانا كنتسنى واش غادي نكون قد ديك الوقفه قدام الكاميرا ولا ما غاديش نكون يمكن شي واحد اخر يشوفها بسيطه نو انا داك الوقت اجتهدت فيه قريت فيه تعلمت فيه بزاف د الحوايج باش نكون كنستحق ديك البلاصه الو قراي استحقي البلاصه اللي انت فيها وتوكلي على الله اهم حاجه